صباح الخير لكل مشاهدي ام تي في الايف بيئه سمارت. لليوم معنا رندا فهد، موضوعنا هو الغده الدرقيه وتاثيرها على الاكل، او شو النظام الغذائي المنيح او المناسب لها. رح نبلش مع رندا ومع خبريه اليوم. بونجور رندا. بونجور لورا، كيفك؟ كثير منيحه نشكر الله. لحظه، كل المشاهدين دائما انه فيهم يتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك تكونوا عم تابعوني. ما تنسوا تسألوني أسئلتكم، لأنه أنا نهار التاني رح كون دايماً عم شاوب عليها. اليوم رح أرجع على خبرية حكيت بموضوع هو المالتيبل سكليروسز أسبوع الماضي، وحكيت هو التصلب اللويحي، ولكن كتير كتير هلأ عم يكون في ريسيرش وأبحاث عنه. ودايما العالم كانت عم تسالني وبعدها بتسالني على علاقه الحليب، هل العالم لازم تشرب حليب او في اشخاص بيقولوا لها ما تشربوا حليب ابدا الى اخره، شو قضيه الحليب هون؟ هلا بالدراسات كانت عم تنعمل كلها على الرات اما الفئران، فهون ما فينا نعمم، ولكن هلا الدراسات صارت كمان عم تنعمل على الاشخاص. طيب شو عم يصير بالحليب؟ في ناس عم يقولوا انه نحن وقتها نشرب حليب اللي عندنا تصلب لويحي عم نكون كثير متضايقين، فهل هالشيء مصدر في علاقه يعني بين الحليب والانزعاج؟ وتبين هون انه الاشخاص اللي هن عندهم الرجي على الكازيين اللي هو بروتين بالحليب، اوكي، اللي عم يصير انه شو بيصير وقتها يكون في الرجي، انت شربت الحليب اللي فيه كازيين، الجسم حسه كانه هو شيء مضر له، فبده يحاول يعمل له اتاك ويكون عم يضر، عم يكون عم يقتله، عم يشيله، بيحاربه هو وعم بيحاربه. في عنا البروتينات اللي هن الكازيين بيشبهوا البروتينات تبع الغشاء اللي هو بغطي الجهاز العصبي، فاذا بيكونوا بيصيروا عم يضربوا غشاء الجهاز العصبي، يعني بيكون عم يؤدي انه التصلب اللويحي يكون عم يتاثر سلبا. فهون تبين انه ها عم يصير في هيدا الشيء، هل نحن لازم ننتبه من الحليب؟ انا اللي بدي اقوله انه الكازيين هو هالنوع من الكازيين الالفا اس 1 موجود بكثره بحليب البقر، بحليب البلغوت اما المعزه ما في الاس 1، في اكثر الاس 2، فاذا هون يمكن حليب المعزه يكون احسن لكم بهالحاله. ولكن كمان شغله بدي اقولها انه انتم اذا ما عندكم الرجي على الكازيين ما رح تتضايقوا ابدا، ولكن اذا الجسم عنده الرجي على الكازيين مزبوط هالشيء رح يضايقه. فالاشخاص مش الكل بدهم يمتنعوا عن الحليب، لكن اذا حسوا انه الحليب عم يضايقهم عن جد فيكون عندهم الرجي على الكازيين، وساعتها بدهم يبتعدوا عن حليب البقر. عظيم. الغده الدرقيه كيف بتاثر على النظام الغذائي، او شو النظام الغذائي المناسب للوقايه منها او للاشخاص اللي بيكونوا عم بيعالجوها؟ كثير اشخاص بيسالوني عن قضيه الغده، هلا وقت يصير عندنا مشاكل بالغده، وهون اليوم عم بحكي على الهايبوثايرويدزم، تشتغل بطريقه اللي هي اقل، اما الهرمونات اللي بنقول لهم هرمونات تي 3 تي 4 بيكونوا عندنا اقل مما هن لازم يكونوا. هلا شو بيصير عندنا؟ الانسان بيصير حاسس بتعب، بيصير حاسس ببرد، معقول كثير تعلي الكوليسترول هيدا الشيء، وكمان مثل ما بنعرف معقول كثير تؤدي الى زياده بالوزن هون، اكيد مع المشاكل الخطره الثانيه. هل هالشيء لازم نتركه؟ والجواب هو لا، ولكن اذا انتم حسيتوا بهالعوارض منيح انه دائما تكونوا عم تفحصوا هالهرمونات، هرمونات الغده. كمان شغله بدي نبه لها انه امتى معقول يصير عندنا مشاكل بالغده؟ فيها تكون القصه وراثيه، فيها تكون القصة من وراء أمراض معينة أدت لهالشيء، خفوا هرمونات الغدة، وكمان في عنا الهاشيموتو اللي هو بنقول له أوتو إميون، يعني فجأة بصير جهاز المناعة هو اللي عم يضرب بالغدة وما بنعرف ليه. إجمالا وبنعرف كثير حالات وعلميا الهاشيموتو بتصير لكثير من النساء بعد المينوبوز، فإذا النساء مع بعد المينوبوز منيح كمان بفحوصاتهم دائما يكونوا عم يفحصوا هرمونات الغده. هاي من ميل. من ميل ثاني انه طب اذا نحن طلع عندنا مشكل بالغده وتبينوا هالهرمونات مش مزبوطين وهن خفاف، شو لازم نعمل؟ اللي لازم نعمله ناخذ دواء.
فاذا هون مش انه باكل هالاكله او ما باكل هالاكله، بدي اخذ الدواء هو اسمه ريبليسنج هرمونز، يعني بدل الهرمونات اللي الجسم ما عم يقدر يفرزها هذا الدواء هو اللي هذا موضوع كثير حساس ودقيق، يعني اذا واحد غلبط فيه في خطر على صحته. خلينا ناخذ وقفه مع عناوين الاخبار وبنرجع بنكفي رندا على الاكل. منتابع ايت سمارت. رندا، كنا عم نحكي عن الغده الدركيه، لكن قلنا انه الدواء ما في غنى عنه بهيدي الحاله. أكيد. بس اذا عم ناخذ دواء ثاني حده بياثروا على بعضهم؟ اكيد بياثروا. فهذا اللي بدنا نقوله، انه مشان هيك بتسمعوا دائما الطبيب بيقول لكم انه بتكون تاخذوها على الريق، فاذا على الريق حتى ما يصير في انتر اكشن مع ادويه ثانيه. معقول هي اللي بياثر عليها هو دواء، حتى السبلمنت الكالسيوم بياثر عليها، بياثر عليها الحديد، بياثر عليها اذا عم ناخذ حمايه للمعده، يعني مشان هيك حتى مش انه باخذها باخذ حمايه للمعده وبرجع باخذها للحبه الحبه اللي عم ناخذها اتيروكس التروكسين الى اخره. فهون بدنا نكون عم ناخذها على الريق، هذه اهم شغله. هون في شيء جديد كمان بدي اقوله للمشاهدين، انه تبين انه اللي بياخذ بايوتن في سبلمنت اللي هو اللي نحن بناخذهم للشعر والضفير 100% الشعر والضفير، وليش ذكرت هيك؟ لانه كثير من النساء بعد عمر الخمسين خصوصا بياخذون، فنحن قلنا بعد عمر الخمسين الامراه معرضه ليصير معها الهاشيموتو ويصير عندها مشاكل بالغده. فاذا هون تبين انه وقتها تكوني عم تاخذي سبلمنت البايوتن وتروحي تعملي فحوصات الغده بيأثر على الفحوصات، بتلخبط فحوصات الغده. بس مش البايوتين بحد ذاته بيأثر على الغده؟ لا ابدا. لا. ولكن بيأثروا على الفحوصات. مشان هيك وقت نحن بدنا نروح نعمل فحص للغده وعم ناخذ شيء بيحتوي البايوتين، نحن نوقفه بالقليله قبل اسبوع لهالسبلمنت قبل ما نروح نعمل هول الفحوصات. فهيدي كمان شغله مهم نكون عم نعرفها. هلا هات لنشوف الانتر اكشن كمان بالاكل شو عم بيصير عندنا. هلا بقضيه الاكل كمان كل شيء بيحتوي كثير الياف بياثر على الجسم كيف عم ياخذ هول الادويه. فاذا نحن بالعكس دائما بنطلب انه ناكل الاكل بيحتوي الياف مثل البقوليات مثل الخضره والفواكه الى اخره. فشو بدنا نعمل هون؟ اللي بدنا نعمله انه كمان بدنا ناخذهم بعاد عن الحبه. اها، فبنرجع على الموضوع مشان هيك نحن يعني هون كمان اللي بفهمه انه هن تاثيرهم على الدواء كمان على مفعول الدواء مش على الغده 100%. فهون واذا اثروا على الدواء شو رح يصير؟ ما رح يستفيد المريض، المريض فرح يأثروا ساعتها على الغدة. مشان هيك هون بناخذهم بعاد عن الدواء وبنرجع كيف بدي ريح راسي؟ باخذ الدواء بكير على الريق ومن بعده بساعة إذا عندي أدوية تانية بدي أخذها، إذا عندي أكل ترويقة بدي أتروقها إلى آخره. هلا كمان دائما بنسمع وقت نحكي على الغده وبتسمعوني اوقات بقول في خوف من الصويا هون في دراسات، وفي دراسات كمان بتخوف من بنقول لهم كروسيفيروس فيجيتابلز، يعني هو الخضره اللي هي مثل الملفوف مثل الكيل مثل الارنبيط مثل اللفت مثل الفجل، هولي تقريبا بعائله وحده غذائيا بنحكي عنهم. فهون شو هو علاقتهم بالغده او بالدواء الى اخره. هلا بالنسبه للصويا تبين انه مش اذا انا مره اكلت صويا، مش اذا مره شربت حليب صويا رح يتاثر، ولكن كمان عندنا في اشخاص بياخذوا سبلمنت الصويا. وبرجع كمان لورا بذكر انه النساء كرمال ما يصير عندها هالعبئات، في كثير نساء بتلتجي لسبلمنت صويا لانه بيساعد حتى ما يكون فيها العبئات. فاللي عم ياخذ هون سبلمنت يعني عم تاخذيها بكمية كتير كبيرة، فهو وقت عم باخد بكمية كتير كبيرة مزبوط هالشي معقول يأثر على الغدة عندي، مش حتى مش على الدواء هون، على الغدة عندي، وخاصة إذا كان عندي مشكل باليود كمان بجسمي. نعم. اليود واطي. هيدا بالنسبة للصويا. فإذا ما في خوف إنه يي طلعت الأكلة فيها صويا، لأنه أوقات عم شوف عالم هالقد بتعمل بانيك، لا ما بدي يكون عم كتر منهم. نفس الشيء بالنسبة للملفوف والأرنبيط إلى آخره. ليش بحكي هيك؟ لأنه إذا مرة أكلنا سالاد فيها ملفوف وما رأيت بالجمعة مش غلط، بس أنا بعرف أشخاص مثلا حتى يكونوا عم يشبعوا بيلتجوا كتير، يعني بصيروا يقصوا ورق الملفوف بيكونوا عم ياخذوه على طول.
يوميا يعني؟ يوميا وتقريبا كيف سناكات الليل يعني، اللي بيعمل هالشيء يمكن هلا عم يسمعني. بس نحن هون عم نحكي عن مريض الغده ولا عن الناس اللي ما عندهم هيدا المشكله وممكن يكونوا معرضين لها؟ عن مريض الغده بس إذا يعني هن إذا أكلوا ملفوف وهن ما عندهم غدة ما بيأثر؟ ما بيأثر أبداً. وإذا عندهم غدة وأكلوا ملفوف بكمية صغيرة أو اللفت أو إلى آخره منه مشكلة، المشكلة هي نكون عم ناخد كمية كبيرة. هلأ كنا تحت الهواء سألتيني عن الأيودين اليود. هون وقت نحكي عن مشكلة الغدة طبعا عم بحكي أنا على الهايبوثايرويديزم، عم تشتغل أقل. طبعا الغدة فيها تكون هايبر، فيها تشتغل أكتر إلى آخره. بكل الأحوال هون اللي بدي أقوله لأنه خلص وقتنا، أنه طبعا اليود ما لازم يكون ناقص بأكلنا، مشان هيك منيح ناخد ملح اللي بيحتوي اليود أو ثمار البحر هي بتحتوي اليود، منيح نكون نحن دايما عم ناكل منها. مرسي رندا، أنا بشكرك على هيدي المعلومات. مشاهدينا رح ناخد وقفة وبنرجع من بعدها.